السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم اليوم أخوكم طارق من مدينة أمستردام. جيت لهنا أنا والعائلة ديالي نقضيو شي أشغال، وعجبني هذا المنظر هذا وبغيت نشاركو معكم يا كما كيقولوا نهضر معكم شوية وتسمعوا لي، وإذا كان ممكن تكتبوا لي في الكومنتار شنو مثلا شي مواضيع ولا شي بلايص هنا في بهولندا بصفة عامة بغيتو تشوفوهم، نقدر ندير لكم فيهم منهم فيديوهات تشوفوهم معايا كيما كتشوفو هذا المنظر هذا. هاد الوقت تقريبا هولندا كلها بحال هاد الشكل هذا. وبغيت نوريكم واحد المسبح اللي هو بالهولندية كيتسمى زفينباك. كما كتشوفوا راه الخيمينت فوق، غادي نكبر الصوره باش تشوفوها في هذوك العلامات الثلاثه. هذيك هي العلامه ديال البلديه كما كنقولوها بالعربيه الخيمينت، ديما هذوك العلامات كيكونوا عندها كيكونوا ديال الخيمينت. وهذا هذا المركب هذا سيدي راه زينباط مسبح ديال مسبح دخلوا ليه العموم، خاصة مثلا المدارس ديال الدراري الصغار كيجيبوا ليهم الدراري اللي كيقراو مثلا. من غادي نقول لكم مثلا بحال عندنا في المغرب من التحضيري تقريبا حتى الشهادة كيجيبوهم هنايا كيتعلموا السباحة في هذا المسبح. هذا راه كبير تبارك الله، باقي من الجهة الأخرى. هذا مسبح، وهذا اللي كتشوفوا قدامي هذا مسرح تياتر. هاد البناية هادي غادي نزيد معكم القدام نوريكم فين كيتريني الدراري ديال كرة القدم، حيت كاين واحد الملعب. كاين عدة فرق ديال كرة القدم في أمستردام، من بينها الفريق اللي معروف ديال أياكس ديال أمستردام اللي هو تا هو. غادي إن شاء الله ندير معكم واحد الفيديو ونوريكم بال من الأرينا وتشوف الارينا كيفاش دايره فين كيلعبوا وفين كيترينيو الفريق ديال اياكس. ولكن هنايا هذا البارك هذا تبارك الله كبير وفيه شله ما يتشاف، وفي الصيف كيكون عامر تقدر دير فين انت والعائله ديالك باربيكيو ولا تي. كاين واحد البلاصه كيلعبوا فيها هنايا الدراري خاصه بالدراري الصغار وتتمشى فيه، يعني فيه ما يتشاف. على الجهة الأخرى باش نوريه لكم. كما كنقول لكم دائما كيعجبني التصميم، كيعجبني الهندسة الهولندية، يعني الهندسة المعمارية بصح زوينة بزاف. شوف القنطرة هادي دايرينها على حساب الواد. التياتر جا في جنب الواد، التياتر تبارك الله راه كبير كما كتشوفوا، راه غادي حتى الجهة الأخرى. وهذا هو الواد، هذه القنطرة كتجي للجهة الأخرى. شوف هنا شنو دايرين، هذاك الديكور وسط الواد، وهذوك الديور اللي كتشوفو من لي هذاك حي سكني، وكتسمى هاد البلاصة هادي كتسمى بيلمر. هادي هي الى عقلتو مثلا واحد العام تقريبا اش غادي نقول لكم في 1992 كان سطحت واحد الطيارة في هولندا، كان سطحت بالخصوص في بيلمر، طحت في هاد الجهة هادي من وراء هاد التياتر، طحت من وراه من اللي في واحد المجمع السكني، طحت في واحد العمارة كبيرة تقريبا على واحد 700 ولا 800 سكن، العمارة اللي كانت فيها طاحت عليها هذيك الطيارة، جات فيها هذيك الطيارة كنظن انا في 92. يا هذا هو
البارك ديال المرا ارينا وفي حتى تيران في كيلعبوا الدراري الكره فرق. وهذه واحده من الفرق اللي كتلعب كره القدم، غادي نوريها لكم ان شاء الله. تمشى عليها شويه. وكما كتعرفوا المنتخب الهولندي كيعتبر من المنتخبات القويه لا بالنسبه للصعيد الاوروبي ولا حتى بالنسبه في كاس العالم. وبالمناسبه كنتمنى التوفيق للمنتخب ديالنا المنتخب المغربي اللي هو دابا حاليا في قطر. الشوط الاول ديالو يعني المقابله الاولى اللي هو تعادل فيها واللي كانت بزاف ديال الحظوظ، ولعبوا صراحه لله لعبوا مزيان مزيان مزيان، ولكن الحظ ما ساعدهمش. وكنتمنى في هذه المقابله الماجيه يعني يسجلوا. وانا كنظن بانهم غادي ينتقلوا للمرحله الثانيه، ونتمنى على الله علاش ما يوصلوش حتى للفينال. كنتمنى عليهم لان منتخب عندنا منتخب قوي وفي اسماء اللي هي اسماء لامعه واسماء يعني معروفه على الصعيد الاوروبي. وتقريبا الى كنكون بعض المرات هاد يعني من اللي بدات هاد الشامبيونه ديال كاس العالم ديال قطر كنكونوا جالسين حتى مع يعني في الخدمه ديالي كنكون جالس مع الهولنديين نيت ولا كنهضروا كنجبدوا كره القدم لان المنتخب ديالو مربح بجوج السفر. وكيهضروا على المنتخب ديالنا المنتخب المغربي، كيقول بانه منتخب شافوا المقابله وعجبهم، قال لك المنتخب يعني ضيع شحال من فرصه وكيلعب زوين ولكن يا تعادل. التعادل توا بالنسبه لي انا التعادل توا راه ايجابي ماشي سلبي، وعندنا فريق صراحه لله فريق مزيان، ونتمنى ليه التوفيق في المقابله الماجيه. كما كتشوفوا هادو هنا كي تريني بالمناسبة هنا فين بغيت يا عندي الابن ديالي، وهنا فين بغيت نجيبو بنيت نسجلو ويبدا لونطرمو ديالو هنا مع هاد الفريق هذا. ولكن كما كيقولو كاين شي ظروف اللي مثلا خلاتني تقريبا حتى العام الجاي ان شاء الله عاد نقدر نسجلو، عاد يقدر يبدا معاهم. وماشي بالسهل باش تجي تدخل هنا، يعني خصك الوقت تسجلو وخص واحد كاين بزاف شي حوايج اللي خصك ديرهم وشي حوايج اللي خصو هو يكونوا عنده عاد يقدر يلتحق بهذا الفريق هذا ان شاء الله. شوف هاد الملعب هذا، شوفوا قصه وسط شجر، شوفوا انا ندور لكم الكاميرا تشوفوا فين جا. يعني الملعب كله جا وسط هاد البارك هذا. شوف هاد المنظر الطبيعي هذا، شوفوا تقريبا مقدرش نحدد لكم شحال من هكتار جا هاد البارك هذا، يعني تبارك الله كبير وكبير، يا يعني ما عرفش نقدر نقول لكم شحال من هكتار فيه. يعني تبارك الله كيبان لي بانه راه كبير بزاف. وهذا هو التيران وغادي نمشي ليه باش تشوفوا. وفيه راكم عارفين الفريق يعني كيكونوا فيه دراري صغار ويعني على حساب السن، فيه دراري صغار فيه اللي كبر منهم وفيه اللي
كما كنسموهم حنا الشباب قل من 18 على ما اظن، وفيهم اللي قل من اللي اكثر من 18 من فوق من 18 عام. يعني هذا باش كيتمشى هذا جميع الفرق بصفه عامه. وهذا انا كما كتشوفوا لاعبين شحال اربعه الفرق، جوج هنايا وجوج مال الا تقدروا تشوفوا معايا، يعني اربعه الفرق لاعبين في آن واحد يعني في وقت واحد. يعني هذا الملعب هذا فيه جوج، هذا الكلوب ديال كره القدم فيه جوج ملاعب في نفس الوقت على ما اظن اللي كيبان لي. سمحوا لي حيت ما نقدش ندخل لداخل، لان انا راه خصك تدخل من الباب، يعني تكون من الناس اللي مسجلين هنايا. و الى الوقت اللي كتكون مثلا شي فرقه لاعبه هنايا تقدر تدخل تتفرج، ولكن في التدريبات وهم بحال هاد المسائل هادو خص تكون اما من خارج فهاد الكلوب ولا على الشكل هذا. هادو مقعد ديال الاحتياط، هذا مقعد ديال الاحتياط، المدرب ديالهم كنظن كيهضر معاهم. هذا فريق جاي من مدينة أخرى، لعب مع فريق في أمستردام كما كتشوفوا. شو كتسمع فيهم كيعطيهم النصائح، كيهضر مع الأصدقاء ديالو كيقول لهم خصكم خصكم متسقيش الكرة بزاف الفوق هكا كيقول لهم. غادي نمشي مال هي من الجهة الأخرى، لعل عسى نلقى شي بلاصة طالعة الفوق ونوريكم. شوفوهم شوفوه على المباشر، هذا هو البارك في التياتر ليه، هذا هو التياتر. ومن وراه كاين المسبح، كاين البلدية، وعاد كاين المحلات التجارية، المجمع التجاري اللي هو واحد تقريبا واحد الكيلومتر كتدخل الوسط كتلقاه ما بعيدش بزاف من هنايا. هنايا تقريبا الى بغيتي تجي ترتاح انت ولادك كتجيبهم هنايا، كتخلي ولادك يلعبوا القدام ديالك انت كتفرج شي حاجة وكتجلس، ومن طبيعة الحال كتجيب معك شي حاجة تشربها ولا تاكلها وكترتاح مع ولادك واحد ساعة ولا ساعتين ولا ثلاثة السوايع كاع كتمشي للدار ديالك. هذا كندوي على ملي كتكون ما كيكون لا الشتاء لا يعني ما كيكونش الشتاء بزاف، ما كتكون لا الشتاء لا برد لا، يعني كيكون الجو بحال اليوم تقدر تخرج فيه الدراري ديالك. شوف من هاد الجهة هادي، شوف نقدر الله إلا وعسى نوري ليكم. لا هذا الكرياج ما كت ما كيبانش منه شي. لا وهنا كما كتشوف في الجهه الاخرى دايرين الدراري فين يلعبوا. هيا نخرج هنا تمشاو غادي تشوفوها. Yeah.
وهنا هي كتجي اللور ديال هاد التيران هذا كتلقى هادشي، كتلقى هاد فين كيلعبوا الدراري. هذا هو فين كيلعبوا الدراري صغار. شوف هنا دايرين بلاصه ديال الباسكيت ثانيه. شوف هاد البلاصه هادي ديال الدراري صغار. يا غادي نمشي نطلع الفوق من هاديك، نتمنى الى طلعت فوق نقدر نوريكم هاد التيران هذا. هاد المنطقة بالمناسبة هاد المنطقة هادي كتسمى ارينا بيلمر ارينا، وبصفة خاصة بيلمر هي معروفة وغنية التعريف بيلمر. التيران راه شدنا ليه يا جاو من تما حتى لهنا حتى لهنايا. اليوم كنظن مستضيفين جوج فرق من جوج مدينات مع جوج فرق ديال امستردام لاعبين هنا اليوم. هنا لعبة فرق من امستردام فرق من مدينة اخرى ما عرفتش شنو هي شنو المدينة. هنا في اللاعبين وكتزيد في الشيء الاخرى يا اللاعبين عاوتاني امستردام وفرق اخرى اللي هي عاوتاني ما عرفتهاش منين. هذاك مجسم اللي هو مصايبين وسط هاد البارك هذا. ها كنت طلعت واحد البلاصه عاليه بزاف، ماشي عاليه بزاف كاع ولكن كتزلق، ومن تحت زلقت جيت حتى حتى الارض. وبهذا كنكون شاركت معكم واحد جزء من يومياتي بامستردام، يعني شنو كندير في الويكاند. ومن هنا قدام نهضر لكم على مواضيع
مختلفة متنوعة وفيها حتى التشويق، وخصوصا تبارك الله هذا الغلا اللي ولا، لأنه واحد الغلا اللي هو بالنسبة لبزاف ديال الناس اللي عايشين في هولندا. أنا كنظن بالنسبة لي أنا غلا بزاف، ولا الغلا بزاف، ونتمنى الله يقدرنا عليه وصافي. هادشي اللي نقول، الا ما كانش شي تغييرات ولا شي زياده ولا المهم يديروا شي حل اللي هو يكون العام الجاي ان شاء الله في 2023، يعني تكون كما كنقول حب الدارجه، يعني تكون القضيه مزايره بصح، مزايره ديالها بصح، لان راه لا يعقل بان مثلا قرعه الزيت كنتي كتشريها بواحد الاورو تقريبا، كتجي قل من 2 اورو، دابا وليتي كتشري القرعه ديال الزيت ب 700 دريال بحال مثلا، بالثمن ديالها ب 700 دريال نقول لكم بالدارجه، بعد ما كانت مثلا 400 قل شي حاجه ولات ب 700، وهذا ماشي ثمن ثابت، يعني اليوم لقيتها ب 700 غدا تجي تلقاها ب 750، يعني الثمن كيتزاد. وهذا غير بالنسبه للزيت، ما كاين مواد تقريبا جميع المواد الغذائيه اللي هي حتى هي تزادت. وعاد زيد عاوتاني الليسانس، زيد يعني بصفه عامه كلشي تزاد. غادي نوريكم واحد قبل ما نختم معكم هذا اللقاء، هذه الجوله هذه خصنا نمشي معكم نشارك معكم واحد البلاصه اللي كيجيو ليها الدراري. غادي يعني نقول لكم شنو راه نتوما تعرفوها، يعني الدراري اللي كيكونوا مثلا كيديروا بالبيكالا، كتكون واحد البيكالا سبيسيال كيبداو ينقزوا بها بحال هذيك البيكالا ديال الجبل، كتكون راكم عارفين كتكون عندها الروايد غلاط وتكون صغيره شويه، يعني ماشي بحال بيكالا نورمال، ماشي بيكالا عاديه، كتكون بيكالا خاصه راه معروفه. او داير لهم هاد البلاصه هادي شي كيجيو لها كيبداو هذيك الهوبي ديالهم كما كنقولوا، هاد الهوبي ديالهم يمارسوا هنايا. وحتى ماشي غير البيكالا، حتى هذيك كما كيقولها بالدارجه هذيك البلانشا كيجيو يديروا بها هنا يتزلقوا بها، هي هادي شو كيديروا لهم لها، عندهم هادي، عندهم كاين اللي كيكون بالبيكالا ديالو كيكون لي بسكي بهذوك ديال راك عندهم بحال الصباط وعندو دراجات، وكاين اللي كيكون بهذيك البلانش اللي عندها 4 الروايد، وكاين اللي كيكون بالبيكالا اللي هي بيكالا سبيسيال. هادشي كيجو يمارسو الهواية ديالهم هنايا. وهذا هو البارك بصفة عامة، أنا جيت هنا هاد البلاصة هادي عالية شي شوية. هذوكم اصحاب كرة القدم، وهذا هو البارك. هذا هو البارك. والعجيب العجيب فهاد الهندسه ديال المعماري ديال هولندا، لان الا جيتي هاد وسط هاد البارك هذا ما كتبقاش تشوف الديور ولا حيت راه دايزه من الجهه الاخرى، من وراء هذاك التيران اللي كتشوف فيه من وراء في الجنب ديالو من الفوق راه دايزه لوطوروت، ما كتبقى تشوف لا لوطوروت، ما كتشوف حتى الديور اللي مثلا في الجناب ديالو
ما كتشوف حتى شي حاجه. يعني واحد الدقه 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 في 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 في, في, في الهندسه ديالهم. اي حاجه كيديروها بعدا المهم كتعجبني الهندسه ديالهم المعماريه، وكيفاش كيصيبوا الباركات ديالهم، وكيفاش الطرق، وكيفاش يا سلام زعما تبارك الله عليهم، تبارك الله عليهم مهندسين. يا كما يقول الواحد مهندس يبرد لك الخاطر، يعني ملي كيصيبوا هادشي ديالهم كيصيبوه يا كيصيبوه مزيان. كتجي هنا كتحس براسك بحال راك خرجتي من المدينه، وبالعكس انت راه غير وسط المدينه. هادشي اللي بغيت نوصل لكم، يعني كتدخل ليه انت راه خرجتي غير من 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 الديور، دخلتي ليه مثلا من من مجمع سكني دخلتي لهنايا، ولا مجمع تجاري دخلتي لهنايا، لهذا البارك هذا، كتحس براسك الا درتي دورتي عينيك كتحس براسك بانك راه خرجتي من المدينه. بالعكس انت راه باقي غير وسط المدينه، ولكن الهندسه كيفاش داروا لهذا البارك هذا هو اللي خلاك تقول بان راه خرجت من المدينه، وفي نفس الوقت راه غير وسط المدينه. وتحياتي لهم صراحه لله. ومن هذا المكان هذا كنوجه تحياتي لخوتنا المغاربه والمغاربه بصفه عامه، وكنتمنى التوفيق ان شاء الله للمنتخب ديالنا المغربي اللي تبارك الله مشرفنا. وتحياتي لكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كان معكم اخوكم طارق من مدينه امستردام، وحتى الفيديو الماجي ان شاء الله. ونتمنى تلقاو الاعجاب ديال هذا الفيديو. على السلام عليكم.